الغرب الاستعماري، وعندما أقول الغرب الاستعماري نحن لا نتحدث عن الشعوب، نحن نتحدث عن الأنظمة الغربية، نتحدث عن المؤسسات التي تقود السياسة الغربية. فإذا عندما أتحدث عن الغرب فأنا أصف المؤسسات الفاعلة، اللوبيات والحكومات أو الأنظمة التي تعمل بشكل وثيق معها. فالغرب الاستعماري لم يتغير مطلقا عبر تاريخه حتى هذه اللحظة، لا أجد أي تبدل. الفرق هو أن أمريكا حلت محل بريطانيا وفرنسا في الخمسينيات، وتحولت تلك الدولتان مع باقي الدول الأخرى في الغرب إلى تابعين للسياسة الأمريكية، وأصبح الغرب أكثر تمرسا في الكذب والخداع وأكثر براعة في لبس الأقنعة المخادعة من أجل أن يخدع الشعوب المختلفة، وتمكن من ذلك على مدى عقود من الزمن. اليوم الغرب يستخدم المزيد من المصطلحات الإنسانية، ولكنه يرتكب المزيد من الجرائم بحق شعوب العالم. ولكن في الحقيقة كل هذه الأقنعة التي لبسوها خلال تلك العقود لم يتمكنوا خلالها من خداع سوريا ولا مرة واحدة، وهذه مشكلة الغرب مع سوريا ومع الشعب السوري. لكن الأحداث التي حصلت في سوريا أجبرت الغرب على أن ينزع هذه الأقنعة تدريجيا. أتت الحرب الأوكرانية لتدفع هذا الغرب لينزع ما تبقى من أقنعة دفعة واحدة، وأصبح الغرب عار تماما أمام جمهوره أولا وأمام باقي الشعوب ثانيا. ولكن نزع هذه الأقنعة لم يكن من دون ثمن. نزع هذه الأقنعة أدى لنسف أسس الدعاية الغربية الكاذبة التي بدأوا بتبنيها بعد الحرب العالمية الثانية. فأول نقطة أن الغرب أثبت أن القانون الدولي لا يعنيه على الإطلاق. والغرب أكثر من دمر، عندما نقول غرب رأس أمريكا، هي أكثر من داس على مؤسسات القانون الدولي عبر العقود الماضية وحول العالم إلى غابة. وهنا يتساءل البعض بقليل من الرومانسية والبساطة، ما هو المبرر القانوني أو ما هو المستند القانوني للتدخل الروسي في أوكرانيا؟ يجب أن نعرف بأن القانون هو ليس ما يكتب وإنما هو ما يطبق. يعني إذا كان في البلد هناك قانون مكتوب ولكن لا يوجد قضاء ولا يوجد قضاة ولا يوجد شرطة، ما قيمة القانون؟ تكون البلد فعليا غابة، وكل من يحترم القانون لن يكون له مكان في هذا البلد، سيكون البلد فقط للخارجين عن القانون وقطاع الطرق واللصوص. الحقيقة أن العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي هو عبارة عن غابة، واللصوص هم الغرب، ولا يوجد قانون دولي ولا يوجد مؤسسات دولية ولا يوجد أي شيء. فالحديث عن القانون الدولي في ظل عدم وجوده وعدم تطبيقه كلام من دون معنى، وهذا الكلام قالوه المسؤولون الروس منذ 15 عاما بالضبط وبشكل علني، بأن السياسة التي يسعى إليها الغرب هي سياسة القوة أو سياسة الأقوى، وبالتالي هم يسعون إلى تحويل العالم إلى غابة. أما حرية التعبير والرأي وهي أحد أهم الأسس التي يتباهى بها الغرب فقد سقطت بالهاوية. فعلى الأقل منذ أتى جورج بوش الصغير منذ حوالي 20 عام، والعالم الغربي كله برأي واحد والكل يتحرك بنفس الاتجاه، حكومات، لوبيات، شركات، وسائل إعلام، ومؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي. ما هذا الغرب الديمقراطي الذي يعيش فيه مئات الملايين من البشر ولكن ليس فيه سوى رأي واحد؟ عندما يغضب أو تغضب أمريكا من سوريا فيصبح فجأة كل الرأي هو رأي واحد ضد سوريا وبنفس المصطلحات. عندما يريد أن يدافع عن الصهيونية وهذا شيء مستمر، الكل يتحدث بلغة واحدة. ومؤخرا عندما غضبوا من روسيا وسمحوا بالعنف تجاهها فأيضا كان برأي
واحد. فالحقيقة حرية الرأي وحرية التعبير هي أن يكون لك رأي واحد متطابق مع الغرب، هذه هي الحقيقة. حرية الملكية هي أحد أهم أعمدة النظام الرأسمالي. فجأة عندما غضبوا مؤخرا من روسيا صادروا كل الأملاك للروس الموجودين في الخارج، سواء للدولة أو لرجال الأعمال، وهذا يذكرنا تماما بمصادرة الأموال السورية وبمصادرة الأموال الليبية وقبلها سابقا العراقية والإيرانية وغيرها. فإذا حرية الملكية هي حرية ملكية الغرب لأملاك الآخرين. أظهر الغرب عنصريته وحقده الدفين على كل من ليس مثله. هذا الكلام لا ينطبق فقط على المسلمين ولا ينطبق فقط على العرب كما نعتقد، لا، ينطبق على الجميع. الحقد الذي رأيناه على روسيا اليوم لم نراه على أي دولة في التاريخ، ولكن هذا الحقد ليس جديد، هذا الحقد عمره قرون تجاه روسيا وتجاه الآخرين. أحد الأمثلة الهامة في الحرب العالمية الثانية، كان الغرب سعيد جدا بدخول هتلر إلى روسيا، ولا أحد يتحدث عن أكثر من 26 مليون ضحية في روسيا، ولم يكن لديهم أي مشكلة معه، ولم يحاولوا القيام بأي هجوم ضده، وإنما قاموا بذلك عندما بدأ يخسر وفي المراحل النهائية من الحرب العالمية، لكي لا تتمكن روسيا من أن تختطف هذا النصر كما كان يفكر الغرب، فقاموا بإنزال النورماندي. وأثبت الغرب أنه لا يوجد لديه لا أصدقاء ولا يوجد لديه أعداء، يوجد لديه عدو واحد هو كل من يقف في وجه مصالحه المادية. فيعني لا الشيوعية ولا الإسلام ولا النازية ولا الصين ولا روسيا ولا غيرها هم أعداء للغرب. إذا كانوا يلبوا المصالح فهم أصدقاء، إذا كانوا يقفوا ضد المصالح فهم أعداء، يعني المبادئ صفر. لكن آخر حقيقة وهي من أشد الحقائق قبحا وقل من الناس تعرف عنها، هي كذبة أن الغرب ضد النازية وأن الصهيونية ضد النازية. القلة تعرف بأن النازيين في أوكرانيا، وهي منظمات نازية عملت بشكل وثيق مع هتلر أمنيا وعسكريا وعقائديا، عندما انتهت الحرب العالمية الثانية أخرج القادة، البعض منهم إلى أوروبا والبعض منهم إلى أمريكا. وفي الخمسينيات طالبت CIA الإدارة الأمريكية أن يرفع الحظر عن هذه المجموعات النازية لأنها ضرورة لأمريكا في أوكرانيا التي كان جزء من الاتحاد السوفيتي. وما يؤكد هذا الكلام اليوم، هذا الكلام التاريخي، أن زيلينسكي هو صهيوني يهودي ولكنه يدعم المنظمات القومية المتطرفة التي قاتلت في الحرب العالمية الثانية عندما دخل هتلر، وشارك جزء منها في المذابح ضد اليهود. فكيف يكون هذا الصهيوني اليهودي داعم لهذه المنظمات؟ والغرب يدعم هذه المنظمات التي تسمى اليوم منظمة أزوف اليمينية، وإسرائيل الصهيونية التي تجتر ذكرى البكاء على ضحايا المحرقة، تدعم زعيما يدعم النازية التي قتلت اليهود. هذا يؤكد بأن الغرب يكذب في كل ما يقول، والغرب لا يهمه سوى أن يسيطر على العالم، أن يتحكم بالعالم، وأن ينهب الموارد ويملأ خزائنه بالأموال. لكن ماذا يعنينا من كل هذا الكلام؟ يعني ما يهمنا أن سوريا عندما انطلقت بتعاملها مع الغرب في السابق عبر العقود لم تنطلق من التشدد، كانت تتهم بأن سوريا متشددة وبأن سوريا غير واقعية وبأن سوريا لا تقرأ الخريطة العالمية جيدا. نحن أبدا، نحن لم ننطلق سوى من التمسك بحقوقنا ومن التمسك برؤيتنا الواقعية، لأن هذا الغرب لا يقدم لنا شيء. فإذا سوريا ثبتت صحة رؤيتها ومواقفها، ثانيا لا يمكن أن نراهن على تغير الغرب في المدى المنظور، لأن من لم تغيره القرون لن تغيره العقول. وبالتالي لا يمكن أن نضع في حسباننا أن
هل هذا الغرب سيأتي في يوم من الأيام ويلعب دورا موضوعيا أو عادلا أو مساعدة أو مساعدا في أي قضية من القضايا التي تعنينا في سوريا وفي كثير من الدول الأخرى؟ النقطة الثالثة، هذا يعني بأن ما طرحته الدولة السورية والحكومة السورية في عام 2005 منذ 17 عاما حول التوجه شرقا يصبح الآن أكثر صحة من ذي قبل؟ أولا لأن الأحداث تثبت حقيقة أن الغرب لا يمكن أن نعتمد عليه، ثانيا لأن الشرق الذي نتحدث عنه قد أصبح شرقا متطورا وقادرا على سد حاجات معظم دول العالم بعيدا عن الحصار وبعيدا عن الفوقية وبعيدا عن التحكم بمصائرنا في كل مجال من المجالات. لذلك لا نشك اليوم بتقدم الغرب تقنيا وعلميا وتنظيميا وإداريا، ولكن لا شك لدينا بأن الغرب السياسي هو غرب منحط أخلاقيا. هذه الصورة بالمختصر التي ستشكل رؤيتنا للغرب في المستقبل وطريقة تعاملنا معه، وهي لا تختلف إلا قليلا جدا عن الرؤية التي شكلت خلال العقود الماضية. فإذا كما نرى العالم يذهب باتجاه الصراعات، وبدأ ثمن هذه الصراعات ينعكس على الجميع في كل زاوية من زوايا هذا العالم، وخاصة في الجانب الاقتصادي، ونحن جزء من هذا العالم، وعلينا أن نفكر بشكل جدي ما هي الحلول الموجودة أمامنا لمواجهة هذا الواقع القاسي.